بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ضيوفنا الكرام في هذا اليوم الجميل وفي هذا البرنامج الجميل الذي هو الحلقة السابعة من برنامج مراجل. مشاهدينا الكرام، سنبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم بإذن الله، نقدم لكم فيها كالمعتاد القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والحكمة والموعظة والشعر والنصيحة والقصص والأمثال وما يروق لكم بإذن الله. يبقى كما عودناكم أو كما طلبنا منكم دائما وأبدا أن توافونا بآرائكم ومقترحاتكم، فهي كالأكسجين الذي نستطيع منه الحديث والتحدث لكم يوما بعد يوم. أرجو لكم من الله سبحانه وتعالى التوفيق والصحة والعافية، كما أرجو من الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية الأمن والأمان والتوفيق، وأن يوفق ولاة أمرنا حفظهم الله ليقودوا هذه السفينة إلى بر الأمان. وندعو لهم من قلوبنا أن يكونوا دائما وابدا بصحه وعافيه، وان يرزقهم التوفيق والاراء التي تستمر في قياده هذه البلاد في كافه الايجابيات. خير ما نبدا به حلقتنا هذه ايات بينات يتلوها الشيخ راشد الخرعان، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.